بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحة والعافية وتحقيق الأمانة للجميع بعون الله. اليوم جبت لكم خبز البيدة التركي المشهور، القطن الخفيف وساهل وساهل. بسم الله على بركة الله، فيه كاس حليب، كاس ماء، مغرفة خمارة، نخلط هاد الكوبينات الأولين، من بعد نضيف لهم صفار بياض بيضة، ثلاث مغارف زيت زيتون، ونخلط مليح مليح، كاس ماء، كاس حليب دافيين، مغرف خمارة، مغرف خمارة، ثلاث مغارف زيت زيتون وبياض بيضة، ومغرف سكر باش طلع لنا الخمارة تتفاعل. الفرينة تاخذ لك بين 5 كيسان 6 كيسان. المهم تكون العجينة ما تكونش قاصحة، تكون لينة في يدك، يعني في عينك هين هي ميزانك. هنايا راني نزيد في الفرينة ان شاء الله. نعاود لكم المكونات اذا الاخوات يعني ما تبغيش المكونات. فيه كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، مغرف خمارة، 3 مغارف زيت زيتون، مغرف سكر، بياض بيضة، ونخلط مليح المكونات. الفرينة على حسب الفرينة تاخذ لك يا بين 5 كيسان يا بين 6 كيسان، الله اعلم. يعني المهم انا اخذت لي بين 6 4، المهم تجي عجينة، يعني ها هي لهنا عجينة امامكم، عجنتها مليح، ها هي لهنايا تجي، يعني ما تجيش صلبة، تجي لينة. هنا الطريقة هنا كيفاش نديرو، نقسمو العجينة بين قسمين، نكوروهم وخلوهم يرتاحوا، نكوروهم، ما تكرسيهم ما والو، ما تخبزيهم ما والو، تخليهم يرتاحوا. هنا انا علاش خففت لكم الفيديو هنايا، لانه ما حبيتش تطول بزاف. لهنا كما قلت لكم تقسموا العجينة على 2 وتكوروها وتدخلوها كما كانت ترتاح، وتغطوها في مكان دافي ترتاح، يعني قد ما ارتاحت كل مكان. هيا لهنا حبايبي اختمرت، بعد ما اختمرت غادي تاني نخويها من هذاك الهواء، نخويها من هذاك الهواء. راني هنا حسبت الكاميرا راهي تصور، للاسف انا ما تصورش، غادي نعاود معكم الطريقه الثانيه كيف الجد. هنايا هيا كم تشوفوا خويت العجينه من الهواء، وعاودت هنا عجنتها. هنايا راني نبدا نخبز فيها كيما هكا امامكم، ولا نقرص فيها كيما تقولوا كيما هكذا. لهنايا هنا تكوني موجده شويه حليب، وهنا يكون عندك المكان دافي. المهم هنا تقرصيها، هاي هنا نقرص فيها. للاسف ما شفتش فكرت الكاميرا راهي تصور في المرحله الاولى، معليش. هيا غادي نعاود معكم المرحله الثانيه لهنا. هيا شوفوها كيفاش قرصتها. تجيبي هنايا شويه حليب، تجيبي شويه حليب لهنايا قد ما قرصتها هي لهنايا. غادي نقص هاد الحواف هنا تاع البابيكيسو، نسيت باش نقصهم نسيت باش نقصهم لهنا. المهم هنايا كما قلت لكم هيا قرصتها لهنايا. هاد التفاصيل يعني نتوما كل وحده والبلان تاعها، كل وحده وكيفاش تعرف كوزينتها. هنايا تجيبي هنايا هذا صفر بيض مع شويه حليب مع شويه سكر، هذه الاخيره في المرحله الاخيره. هنايا انا قلت لكم هذيك خبزتها بلا ما فكرت راهي تصور، حتى من بعد هنكمل معكم الطريقه تاع الخبزه الاولى. درت صفار البيض مع شويه حليب مع شويه سكر، وغادي نرشهم بالجنجلان ولا حبه البركه، ونعاود ثاني نخليها تختمر مره ثانيه، يعني لازم يختمر مرتين. سهل وخفيف كل قطن، ان شاء الله نتمنى تجربوه، والله العظيم ان شاء الله نتمنى تجربوه. خفيف وسهل وفي 5 دقائق ما يشدكش. ها هو لهنا انا خليته حميت شويه الفرشيه، وخليته هي داخل هنا باش يعاود ينتفخ مره ثانيه. هنا كما قلت لكم تجيبي شويه حليب تغطسي فيه صباعك وديري هكذا هذا الشكل شكل، من بعد تعاودي الشكل على شكل مقروضات. تجيبي الحليب تغطسي فيه صباعك هكا وديري به شكل هذه المقروضات. كما قلت لكم جيبوا صفار بيض مع شويه حليب مع شويه سكر، تحطوه فوق العجينه لهنا وترشوه بالجنجلان وحبه البركه. يعني سهل 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 وخفيف وما يشدش، ونتمنى ان شاء الله تجربوه. ها هو حبايبي هنا كيف كانت النتيجه بعد ما اختمر المره الثانيه. حميت الفرن ونقصت عليه في 180 درجه، يعني 180 درجه من تحت ومن الفوق، وتنقصي بتيفو يعني تخليه يطيب فيه. هذا هو كيف جا هنايا، جا قطني، وهو خبز البيده هذا التركي مشهور عندهم في رمضان، يديروه بالبزاف، وهو سيد المائده كما يقولوا عندهم في رمضان. ان شاء الله تجربوه، ساهل وخفيف. غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. اللي ما فهمتش حاجه ولا حاجه خلوا لي في التعليقات،
وان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، يلقاكم صحه وعافيه، وما تنسونيش الاشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجي لي الفيديو باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا رب العالمين. مرحبا بالجميع، عندي اللي شافني واللي ما شافنيش مرحبا بالجميع، ونشكر كل متابعيني، ويلقاكم هذا الخبز بصحه وعافيه، والله يدوم عليكم نعمه الصحه والعافيه وكل شيء يا رب العالمين.